مؤتمر أقامته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحضور مديري أقسام بعض المحافظات، طرحت فيه فرص لتدريب العاطلين عن العمل، إضافة إلى منح قروض للمتدربين لحل جزء بسيط من البطالة والتخفيف من كاهل المواطن حسب ما أكدت الوزارة. مقترح في أول اجتماع لخلية الأزمة برئاسة السيد رئيس الوزراء بإمكانية الوزارة لاستقبال 41,000 مواطن للتدريب في مراكزنا التدريب المهني والشعبي في بغداد والمحافظات، والبالغ عددها بحدود 38 مركز تدريبي بطاقة استيعابية 41,000 متدرب. تم تخصيص مبلغ 3,600,000,000 لتغطية هذه المكافآت، وكذلك 400,000,000 لتغطية مستلزمات التدريب. نظمت آلية منح القروض، من ضمن هذه الشروط يكون أنه عاطل عن العمل ما عنده أي مهنة سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع الحكومي، بالإضافة إلى شرط العمر يكون عمره 50 سنة فما دون. إحنا نفضل منح القروض تكون المتدربين مراكز تدريب كونهم اكتسبوا مهن ومهارات مختلفة تأهلهم أنهم يديرون مشاريع بالقطاع الخاص. مقترحات عرضت لوزير العمل والشؤون الاجتماعية من قبل الحاضرين، منها ما لقيت الترحيب والتشجيع، وأخرى رفضت باعتبارها تخلق أزمات في الموازنة المخصصة للمشروع وتسبب مشاكل في التنسيق لها. لا تجيب لي مشاكل كل المراكز التدريبيه هسه، انت تدري المشاكل ووضعنا محافظه بجهه، انت هسه اداريا ماليا مرتبط بالمحافظه ما مرتبط بالوزاره. يعني ما اقدر اصرف دينار واحد، هذا اذا توفر الدينار هذا عندي. ما اقدر اصرف على المركز التدريبي لانه ماليا واداريا انت مرتبط بالمحافظه. والمحافظه هم تشكو نفس المأساه والقضيه. اخي تعامل مع الموجود. قروض كانت شبه مستحيلة قدمت الآن دون مقابل بالتزامن مع التظاهرات، هذا ما جعل البعض من المواطنين يعتبروها أنها خطوة مؤقتة لتهدئة هيجان التظاهرات، والبعض الآخر يراها أنها مبادرة إيجابية تخدم المواطن وتحل مشاكله. ضحى عنبر، قناة الرشيد الفضائية.